السادة من الزهيد والحضور وأتدى مصر للإعلام، أساتذتي وزملائي الأحباء، شكرا لكم على تشريفي بهذا التكريم الخاص جدا بالنسبة لي، لأنه يحمل اسم مصر الحبيبة ويحدث على أرضها. حتى قبل أقل من شهر واحد كنت قد نويت جديا الحضور لأشعر بدفء المشاعر المتبادلة بيننا قبل أي شيء آخر، لكن للأسف داهمني الخليج بتدهور جديد.